حيث يستمر أيضا توغل القوات الإسرائيلية في منطقة رفح. التمركز الأكبر لهذه الآليات بحسب المعلومات هو في محور المحادي للحدود المصرية، المحور الجنوبي الشرقي والغربي، ومن خلال هذا المحور تناور القوات الإسرائيلية والآليات بالدخول إلى عمق الأحياء السكنية المقابلة كما بيحدث في باقي مناطق التوغل. تدخل تناور، تقوم بعملية تدمير، قصف، تتراجع ثم تعاود التقدم، وهكذا على مدار اليوم. في مناطق الغربية حدثت أيضا اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات جيش الاحتلال، وبعض المقاطع التي نشرت مؤخرا أيضا تشير إلى عمليات تدمير لآليات إسرائيلية، بالإضافة إلى البلاغات التي تصدر عن الفصائل بين فترة وأخرى باستهداف هذه القوات، إما بعمليات إطلاق الهاون أو الاشتباك المباشر بقذائف مضادة للدروع وغيرها من وسائل القتال التي تستخدمها فصائل المقاومة في مناطق ومحاور التقدم. في مركز المدينة وسط رفح أيضا المعلومات ومصادر مقربة إعلامية مقربة من فصائل المقاومة تقول أن هناك اشتباكات في منطقة وسط ومركز مدينة رفح، حيث أيضا عاودت الاشتباكات إلى هذه المنطقة، فيما يبدو أنها إعادة تقدم للآليات في محور مركز المدينة. كما قلنا أن الآليات تتراجع في الخط الجنوبي ثم ما بين فترة أخرى تعاود الدخول إلى عمق الأحياء، وهذا ما يدفع الفصائل الفلسطينية إلى الاشتباك معها في هذه المناطق التي تعاود القوات الإسرائيلية الدخول إليها. في خان يونس أخيرا المنطقة الشرقية التي نزح منها آلاف الفلسطينيين، الآن الكل يترقب ما يمكن أن يحدث في هذه الساعات، لأنه عملية التهديد التي طالت هذه المناطق حتى الآن لم تشهد عمليات توغل من قبل القوات الإسرائيلية، ولا يعرف ماهية هذه العملية العسكرية، ولم يعلن جيش الاحتلال أنه انتهى منها، وبالتالي الناس في حالة من الحيرة والتردد. البعض يعني يحاول العودة، والبعض الآخر يفضل المكوث والبقاء لفترة أخرى زمنية حتى يتم التأكد أن لا يقدم جيش الاحتلال على توغل في هذه المناطق. لكن نحن نتحدث عن تقريبا نصف مساحة مدينة خان يونس تم تهديدها، وبالتالي آلاف الفلسطينيين الآن في مناطق مختلفة، في الشوارع، في مراكز النزوح، في بالقرب من مستشفيات ميدانية، وهنا حتى في بالقرب من مستشفى ناصر لجأ الناس إلى هذه المناطق للاحتماء على أمل أن تنتهي ويكون هناك إعلان لانتهاء هذا التهديد الإسرائيلي. لكن حتى الآن لا مؤشرات، لا حديث في هذا الخصوص، وبالتالي هذا الذي يدفع الناس يعني للتردد في العودة أو البقاء في مثل هذه المناطق في ظروف قاسية وصعبة. شكرا جزيلا لك مراسل عربي صالح الناطور، كنت معنا من خان يونس.